كل الشكر والتقدير. سعادة الأخ يوسف بن أحمد البلوشي ممثل الأجناس. وما خلصنا الليجنتين بس؟ والله ما خلصنا. إيش نسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لسعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى المحترم، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين، والشكر موصول لمعالي الضيف وزير العمل الموقر معالي الوزير. بداية نشكر جهود حكومة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله على تفضله بمكرماته السامية ولفتته الكريمة بتحويل قانون العمل لمجلسي الدولة والشورى للدراسة بصفة عاجلة لفئات أسر الدخل المحدود والمتقاعدين وكبار السن والأرامل والمطلقات والأطفال ولذوي الاحتياجات والمعاقين. أتمنى أن تضاف أيضا في هذه الدراسة 150 ريال للباحثين عن العمل. معالي الوزير، الوطنية ليست شعارات ترفع بل هي أعمال تشفع. حقا للمواطن أن يطالب برؤية واضحة مطمئنة لمستقبله وأبنائه وأن يستطيع معرفة المستقبل. إن الأمن الإنساني والاستقرار يتحقق ويتعزز ويترسخ عندما يشعر المواطن الباحث عن عمل بواقع يحتضن ويستقطب الباحثين ويدربهم ويؤهلهم ويصنع منهم معاول بناء لهذا الوطن العزيز وسلطانه المفدى. معالي الوزير، ترتكز الرؤية على استراتيجية الموارد البشرية وتنميتها وتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص حسب ما ورد في رؤية 2040. فأين دور وزارتكم الموقرة مع استمرار تسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ ما هي إجراء وزارتكم الموقرة في محاسبة الشركات التي سرحت الآلاف من العمانيين وأبقت على العمالة الغير وطنية؟ لماذا لا يتم تشكيل لجنة وزارية تعني بمعالجة حالات التسريح وإيجاد فرص وطنية لهم؟ إلى متى يبقى المواطن العماني باحثاً عن عمل والقطاع الخاص يسرحون بالآلاف يوماً بعد يوم؟ أوصل المواطن العماني إلى دائرة الفقر والعوز والجوع وضجة السجون والمحاكم بسبب الإجراءات التعسفية الظالمة من قبل الشركات والقطاع الخاص. وأنتم يا معالي الوزير لم تضعوا أيديكم على هذه المشكلة وعلى هذا النزيف الغائر في الجسد رغم التسريح المستمر. لا ترون يا معاليكم إن ظاهرة التسريح ظاهرة مقلقة تستوجب الدراسة. عمان حباها الله بمقومات من ثروات والخير الوفير تقدر سكانها بمليوني المواطنين. أما حان اليوم أن يعيش المواطن العماني الحياة الكريمة؟ في بعض الأحيان لم يجد المواطن قوت يومه وظل في بعض الأحيان بدون كهرباء وماء. لذا نرجو التكرم إيجاد حلاً عاجلاً في ظل الحياة المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب كونكم أحد أعضاء مجلس الوزراء والحد من ظاهرة التسريح. معاليكم، بخصوص منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية إجادة ونظام الترقيات، ما هو مصير ترقية الموظفين من أقدمية 2013-2018 وماذا سيكون مصير الترقيات في ظل وجود نظام إجادة؟ وهل هذا النظام يلغي وجود الترقيات؟ معاليكم، مع هذه الأرقام المرعبة من الباحثين عن العمل، على سبيل المثال لدي في ولاية شناص فقط إحصائية بعدد الباحثين عن عمل ويتجاوز عددهم 1200 باحث ولدي طلباتهم، وهذه هي الطلبات التي تقدموا ولم يحصلوا ولم ترد الشركات عليهم منذ 10 سنوات، بعض منهم الجامعيين وبعض منهم دكاترة وبعض من حملة الماجستير. أين العدالة هنا في هذه المنظومة؟ وأسمام الذين لا زالوا في دائرة البحث عن عمل منذ 10 سنوات، البعض منهم مشكلة الباحثين والقضية الأهم والملف الأصعب في وقتنا الحالي، ويجب علينا تسريع وتيرة التوظيف لأنه أعداد الباحثين عن عمل في تزايد مستمر. معاليكم، هل هناك خطة واستراتيجية واضحة من وزارتكم تبشر لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من الباحثين عن عمل في ظل الشح الكبير في الفرص الوظيفية؟ سؤالي مع الوزير، هل هناك رقابة على المؤسسات التي يفوق فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية؟ أليس من الأجدر والأولى استقطاب العمالة الوطنية للعمل
في القطاع الخاص. معاليكم، هناك خريجين قد عتت بهم عواصف الحياة شرقاً وغرباً وقد وصلوا للعقد الثالث من عمرهم أي 30 عاماً، وهم شكراً سعادتك، ما عاد أسمعك والله. شكراً سعادتك، ما قصرت. بالنسبة للأسئلة اللي طرحتها، طبعاً جزء منها تم رد عليه، مع ذلك بحاول أمر عليها مرور سريع. منحة أيضاً الباحثين عمل أيضاً جزء من صندوق الأمان الوظيفي اللي أيضاً انتقل إلى منظومة الحماية الاجتماعية، فالتفاصيل أيضاً بتكون معاكم إن شاء الله. بالنسبة لعملية إنهاء الخدمات، مثل ما قلنا في عندنا لجنة تتعامل مع هذا الأمر. يعني إذا تشوف الأرقام اللي تجي والطلبات اللي تحصل يعني أضعاف كثيرة للي راحوا للأمان الوظيفي، وبالتالي التعامل معها بشكل يومي وأسبوعي وشهري، ونحاول قدر الإمكان وحسب الإجراءات القانونية المتاحة أن نتعامل مع هذا الموضوع. الأداء الفردي والمؤسسي هذا أيضاً نظام لابد منه لرفع الجودة والإجادة في العمل في مؤسساتنا الحكومية، وأيضاً رفع ثقافة الإنتاجية والارتقاء بالخدمات الحكومية. هذا شيء ما ممكن أن توقف عنه، وبالتالي لازم نقيم هذا الأمر على المستوى الفردي وعلى المستوى المؤسسي، وبالتالي المجيدين في عملهم راح أيضاً يستفيدوا من الحوافز اللي راح تمنح لهم بشكل دوري، وأيضا من الترقيات اللي راح يحصلوا عليها إن شاء الله بتطبيق هذه المنظومة الجديدة اللي فيها طبعا المعايير المذكورة. بالنسبة للدفعات السابقة قلنا إنه في أيضا دراسة، والأمر هذا محل نقاش بين وزارة العمل ووزارة المالية والجهات أيضا المختصة لإيجاد حلول لهؤلاء الدفعات متى ما أمكنت أيضاً الظروف والإمكانيات. بالنسبة للعمل، كلنا متفقين أن العمل في هذا الوطن حق أصيل للمواطن، وهو الأولى وهو الأول في توجهاتنا، ما في مزايدة على بعض في هذه الجزئية، لكن أيضاً في فرص متاحة مناسبة وفي أخرى غير مناسبة. العمانيين أحياناً تكون حتى المكان الجغرافي نفسه غير مهيئ له أو تنقل من مكان آخر، وبالتالي لازم العمل ممكن يتوقف لأن ما عندي حالياً عماني له. لازم نعطي الفرصة للقطاع الخاص أنه دائرة أو عجلة العمل تستمر، ومع الوقت أيضاً نخطط معهم لعمليات التوطين والإحلال. شكراً سعادتك. معاليكم، سؤالي هنا: ما الفائدة من إنشاء المشاريع الضخمة واستقطاب العمال الوافدة للعمل في هذه المشاريع؟ أليس من الأجدر وضع الموظف العماني في مقدمة هذه المشاريع؟ أبناؤنا في ولاية سحار، في ولاية شناص ولوا وسحار بدون وظائف، رغم وجود شركات عملاقة وضخمة في سحار، فقط النزر اليسير وبقية أبنائنا يعني يرسلونهم إلى الصحراء. سؤال موجه من أخي سعادة راشد بن سعيد المنجي من ولاية إبرة: هل نظام العقود المؤقتة نظام سنتين يعمل في كل الوزارات والهيئات؟ اتضح لنا بعض الهيئات عقودها 6 أشهر وأحيانا 3 أشهر فقط، ولا يتم تسجيلها بالتأمينات الاجتماعية مع الوزير. بعض العاملين بالقطاع الخاص الذين انهيت خدماتهم بسبب غير صحيح، مثلا عدم الكفاءة أو الغياب، ما ذنب الموظف في هذه الحالة؟ فمن المنطق بأن يقبل من تاريخ صدور الحكم من المحكمة مع الوزير مراكز تأهيل ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات؟ كم عدد الوافدين العاملين فيها بمختلف التخصصات، وكم عدد الباحثين عن العمل في هذه التخصصات؟ سؤال أيضا من أخي سعادة يوسف المعمري ممثل ولاية لواء: من المؤكد أنكم على علم بما هو حاصل في المؤسسات من تسريح وعدم إعطاء الرواتب للموظفين. سؤالي: ما هو مصير المئات من موظفين مصنع النسيج بولاية لواء والمصانع الأخرى؟ هذا، ولكم مني جزيل الشكر وفائق التقدير. شكرا سعادتك. بالنسبة للشركات الكبرى أيضا أعتقد أنها جالسة توظف أعداد لا بأس فيها، والعمل معهم أيضا مستمر لاستيعاب أعداد أكبر حسب أيضا الفرص المتاحة معهم. لازم نعرف أن أيضا في بعض الأعمال الفنية بحتة وهي ما يتوافر فيها العمانيين اللي يقدروا يشتغلوا فيها. هذا أيضا أمر نشتغل عليه بشكل يومي ودوري عن طريق الوزارة والتعامل مع هذه الشركات.
عقود العمل بالساعة أو كانت الفترات بسيطة. نعم ما كان فيها تغطية تأمينية، لأن هذاك الوقت كانت منظومة الحماية الإجتماعية مرة ثانية تشتغل على استيعاب كل هؤلاء ودخولهم كلهم تحت المظلة التأمينية معها، وبالتالي ما كان مجدي أن نحن نروح في مسار والتوجه في المنظومة نفسها رايح في مسار كلنا نعرفه. وبالتالي حاليا أول ما المنظومة تشهر راح أيضا تشمل هؤلاء جميعا بتغطية التأمينية والاشتراكات التعاقدية معهم. ما احنا عندنا ايضا ما عندنا اي اشكاليه في التعاون مع مراكز التاهيل والتدريب المقوم بالتشغيل معهم. اظن في عندنا ايضا مبادره نشتغل حاليا معهم حتى ايضا نقوم بتاهيل بعض العمانيين للعمل في تلك المراكز، وايضا دعم اجورهم وتوفير التدريب المقوم بالتشغيل معهم. مصنع النسيج ايضا مستمرين في تحليل الوضع الحالي. طبعا هذا المصنع قامت الوزارة سابقاً أو المركز الوطني للتدريب بدعم التدريب فيه، وكل المستحقات المطلوبة من الوزارة تم الإيفاء بها أو الوفاء بها. حالياً هم يطلبوا مبالغ إضافية يعني ما موجودة معنا، ما موجودة في التعاقد الأصلي معهم، وبالتالي ما نقدر نحن نعطيهم مبالغ إضافية خارج عن بند التعاقد، وإلا أيضاً بيكون خالفنا الأمور المحاسبية والرقابة. طيب هذا في عندنا نحن نتعامل معهم عن طريق الرعاية العمالية والشكاوى العمالية هناك. ففي طبعا جلسات معهم، وسعادة الشيخ ومدير عام في المحافظة وأيضا الرعاية العمالية في تواصل مستمر بحيث يوجدوا حلول لهذا الموضوع. شكرا سعادتك.